أما منتخبنا الأول فمعنا زميلنا العزيز المميز محمد مراد المنسق العام أو المنسق الإعلامي لمنتخب مصر الأول. محمد مشرف ومنور كالعادة. حبيبي يا كريم، وسعيد بيك ودايما كده متألق ومنور. يا رب يخليك. فرحة حلوة عملها لنا منتخبنا الوطني في المباراتين، 6 نقاط كاملة مهمين جدا. قول لي الأجواء والكواليس ما بعد المباراتين وما بعد ال6 نقاط والحالة المعنوية للمنتخب بشكل عام وبالتأكيد الجهاز الفني. يعني طبعا الحمد لله، طبعا اكيد فاهم ماتشات كاس العالم، انت محتاج تجمع اكبر عدد من النقاط طبعا من المنافسين بتوعك عشان تتاهل للمونديال وتبقى اول مجموعتك وتتاهل، فده الهدف المطلوب طبعا. لكن من الحقيقه مستر فيتوريا اول ما تولى المهمه وهو على طول حتى مع اللعيبه في اي مباراه، او حتى تلاقي اللعيبه تصريحاتهم في اي مؤتمر فني بيتكلموا ان فيتوريا والجهاز اللي معاه بيحب يلعبوا كوره شكلها كويس، بيلعبوا كوره هجوميه مش عايزين يفوزوا بس وخلاص، لا بيلعبوا كوره شكلها كويس، عايز يعني اداء ونتيجه. وده الحقيقه يعني الحمد لله ظهر في اكثر مباراه، تحديدا ظهرت في بلجيكا وماتش الجزائر، وكان قبل كده في ماتشات افريقيا ملاوي في الذهاب واياب، نفس الامر ماتش غينيا وجيبوتي هنا في القاهره. سيراليون يعني الحمد لله مش هقول لك الاداء كان احسن حاجه، لا ظهرنا بمستوى كويس على فترات والحمد لله حققنا المطلوب بخبره اللعيبه اللي موجوده، صلاح وتريزيجيه الحقيقه والشناوي اللي كانوا مقدمين مباراه كبيره جدا، وكل اللعيبه الحقيقه ظهروا بمستوى كويس يعني رغم الصعوبات اللي واجهناها. انا مش عارف يعني مش عايز اتكلم على صعوبات، ده امر طبيعي خلاص، اللعيبه اتعودوا على الاجواء الافريقيه وعلى المشاكل اللي موجوده في افريقيا والسفر والتنقلات وعدم وجود نظام بقى في اي مكان سواء في الملعب في المؤتمرات الصحفيه. احنا الحاجه الوحيده اللي شفناها بشكل واضح او حاجتين بصراحه، ناس بتقتحم الملعب وشفنا في المؤتمر الصحفي، حتى انا سالت فين محمد مراد بيعرف يلم الحاجات دي بسرعه، شفنا راجل فيتوريا كان متعصب جدا، وانا ملاحظ انه ما كانش في كرسي ليك اصلا يعني، فانا ملاحظ انه كان الوضع كله عشوائي بشكل كبير جدا. لا يعني المفروض المؤتمرات الصحفيه دي يا كريم ان انت بره المفروض الدوله المضيفه هي اللي بتعمل مؤتمر، هي اللي بتبقى مسؤوله عن تنظيم المؤتمر وعن القاعه وعن كل حاجه. انا كنت موجود واقف في الجنب، بس الموضوع صعب قوي. الاوضه لا فيها تكييف ولا فيها اضاءه اصلا يعني ولا فيها مايك. يعني عملنا المؤتمر في ظروف طبعا صعبه، وفي وجود قناتون الراعي الرسمي للمنتخب او الناقد الرسمي للمنتخب كان معانا زميلنا ايمن، الصحفيين موجودين طبعا، الناس ليهم كل الاحترام طبعا، لكن الموضوع يعني مش المنظم بشكل مميز. الجماهير موجوده في قلب قاعه المؤتمرات وامام قاعه المؤتمرات، عايزه تخش تشوف اللعيبه بتوع مصر تحت محمد صلاح طبعا. فالحقيقه يعني الوضع يعني صعب. طيب اللقطه اللي حصل فيها اقتحام للملعب، وطبعا الكاميرات بتبعد في اللحظه ديت او الاخراج بيبعد اللقطات ديت، هل حصل اي احتكاك مع محمد صلاح ولا فقط واحد كان نازل عشان يسلم على محمد صلاح؟ بص يعني لا كان حوالي هم 6 أو 7 نزلوا ورا بعض يا كريم، كانت المشكله. لكن انت برضك يعني كامن او كلاعيبه انت مش عارف اللي جاي لك ده مين. صح طبعا كلهم جاي، شفنا لقطة صلاح ان هو جاي بيقابل عايز يبص يلخي صلاح، او ده اللي ظهرت في الكاميرات. لكن بقيه المواقف ال4 أو 5 لعيبه اللي جايين انت مش عارف، مش ضامن هم جايين يعملوا ايه، فممكن حد يعني الحمد لله كلهم طبعا صلاح الحمد لله يعني حاله حب كبيره جدا جوه في من ساعه ما وصلنا ليبيريا، لكن طبعا بشكل عشوائي ما كانش منظم. والحقيقه يعني يا كريم يعني اشكر مسؤول اتحاد الكوره اللي كانوا موجودين، استاذ خالد والكابتن حازم استاذ رندلو وحازم امام، وبتنسيق مع الجهاز الاداري محمد غرابه والكابتن شعبان بسطاوي الحقيقه وعلي محمد علي ومينا سامح، كان يعني فكروا في فكره والحمد لله لحقنا ننفذها ان احنا نستعين بشركه امن خاصه قبل يعني يوم المباراه. ممتاز. بعد ما شفنا التدريب والاجواء في التدريب، فقلنا طبعا ما كانش فيه موجود امن، يعني الامن جه بعد التدريب. التدريب الوحيد اللي احنا ضربناه هناك يا كريم بحوالي 10 دقائق وربع ساعه، كان موجود حوالي مثلا 2000 مشجع في الاستاد وفي 200 واحد في قلب الملعب، فالموضوع كان صعب ما كانش منظم. ففكروا ان هم يجيبوا شركه امن، وده بالفعل اللي حصل، يعني تم الاستعانه ب10 اشخاص كده بامن خاص. والحمد لله يعني وجودهم يعني سهل لك حاجات كتير جدا، كانوا فيهم 4 أو 5 طالعين مع صلاح بعد المباراه، امنوا له غرف الملابس، يعني الدنيا ما كانتش منظمه.
منظمه بالشكل الامثل زي ما الناس كانت شايفه. لكن طبعا الحمد لله في 6 أو 7 جماهير نزلوا الحمد لله تم السيطره عليهم. لكن هرجع اقول لك برضه كريم، انت مش عارف الجنازه ازاي، فالحمد لله الدنيا على السلامه. الحمد لله. والحمد لله صباح يعني. طيب محمد عايز اسالك، فخر وفخر كبير يعني لمصر 100% وحاله الحب اللي كان موجود فيها. هو اتضايق يعني صلاح؟ انا صلاح طبعا خالص. انا عارف ان هو في المواقف اللي زي كده بيتضايق من فكره عدم التامين وبتاع، هل ابدا متعاضا قلق خوف متضايق من حاجه تنرفز؟ لا هو صلاح يعني طبعا خلاص عنده خبره في افريقيا، فعارف ومتعود على الحاجات دي، وهو شاف قبلها في التدريب يعني في واحد نزل التدريب فهو يعني، وكانوا الناس بتتكلم معاه ان هو يعني، وكان في انتخابات رئاسيه برضه كريم في ليبيريا، فكان الموضوع شويه ما كانش فيه تنظيم. فالحمد لله الدنيا عدت على خير، وهو تقبل الموقف حتى وخرج بصوره كويسه، واللعيبه في سيراليون سلموا عليه والدنيا عدت على خير الحمد لله. الحمد لله. طيب محمد خلاص قفلنا صفحه تصفيات كاس العالم ولو مؤقتا، ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها، وداخلين على كاس الامم الافريقيه. هل اتحط البلان، الخطه، الرسم، المعسكرات، استدعاء اللاعبين امتى، القائمه، هل ده محطوط من دلوقتي ولا لسه ما اتحطش؟ هو يعني طبعا الاستعداد بقى لامم افريقيا عندنا توقف قبل البطوله يوم 13/1. ان شاء الله احنا المعسكر هيبتدي 2 أو 3 يناير. هيبقى في يعني الجهاز الاداري بتنسيق مع الجهاز الفني واتحاد الكوره والشركه المتحده للرياضه، بيتم التنسيق دلوقتي، هيبقى في ماتش ودي ماتش او اتنين لسه هيتم التنسيق اللي هي الفتره الايام اللي جايه دي، وفي عروض جت ان شاء الله يتم الاستقرار على الماتشين، والموضوع ينتهي ويبقى في ماتش ودي قبل بطوله افريقيا او ماتشين على الاقل، وان شاء الله ربنا يكرم باذن الله. 2-3 يناير قائمه المنتخب بالكامل هتبقى موجوده في المعسكر ولا المحترفين هيبقى ليهم وقت اخر؟ لا يعني ما عنديش معلومه مؤكده كريم قوي عشان ما اقولش حاجه غلط، لكن المحترفين هيوصلوا في وقت معين قبل البطوله. المفروض ان في قائمه هتتبعت، قائمه اوليه هتتبعت يوم اعتقد يوم 24 او 25/12، وبعد كده يبقى القائمه النهائيه قبل البطوله باسبوع. فان شاء الله يعني ربنا يكرم كده واللعيبه تبقى كويسه وجاهزه والموضوع يطلع بصوره كويسه باذن الله. والحمد لله اللعيبه كلها كريم يعني الحمد لله يعني عندهم حافز واصرار كبير جدا لتحقيق بطوله افريقيا، وان شاء الله يقدروا يحققوها باذن الله. طيب المعلومه دي معرفش هي عندك ولا او انت مختص تقولها ولا، بس برضو براحتك، الثلاثي اللي تم استبعادهم بعد مباراه جيبوتي، الباب مفتوح للمنتخب ليهم تاني ولا ده كان استبعاد نهائي؟ يعني لغايه دلوقتي ما فيش حاجه نهائيه لا بالاستبعاد ولا بالضم. لا الضم مفهومه، مستر فيتوريا لسه ما اتكلمش مع يعني ما اتكلمش في الموضوع ده خالص. ما اتكلمناش مع حد فيه، لكن ان شاء الله هيتم تحديد هو صاحب الراي الاول 100% طبعا تضمهم، وان شاء الله الافضل والانسب والاصلح للمنتخب ان شاء الله يعني مستر فيتوريا يعمله. وهو يعني في المؤتمرات الصحفيه بيتكلم في كذا حاجه ان هو في اختياراته عمره ما بيظلم حد ولا بيجامل حد. واعتقد وقول لي صح او غلط، انا بحس ان الراجل ده مش بتاع مواقف شخصيه، يعني في بعض المدربين لو زعل من لاعب هو بيقفل منه للابد، انا اتصور ان فيتوريا مش من الشخصيات دي، قول لي صح او غلط. لا الحمد لله والله هو علاقته باللعيبه علاقه يعني رائعه جدا، وانت كنت موجود معانا في سفريه من السفريات شفت شخصيته عامل ازاي. لا الحقيقه مدرب كبير جدا، لكن يعني حته الحب والكره ده لا اعتقد مش موجود عنده خالص يعني مش موجود. فهو والجهاز الفني اللي هو موجود معاهم والله يعني جهاز فني على مستوى عالي جدا، وان شاء الله ربنا يكرم ويحقق امم افريقيا. وانا بقول لك من دلوقتي ان شاء الله باذن الله هنحقق بطوله امم افريقيا باذن الله. هنحقق بطوله امم افريقيا؟ ان شاء الله كده سمعت صح. حلو باذن الله. حلو، ده ختام عظيم جدا للمداخله مع زميلنا المميز دوما محمد مراد المنسق الاعلامي لمنتخب مصر الاول. حلو ان شاء الله. احب انا نبره التفاؤل، في ناس يقول لك ايه يا عم لا بلاش نبقى واثقين قوي، لا حلو نبقى واثقين ونبقى رايحين وعارفين ان احنا ناخد البطوله وعارفين ان احنا منتخب مصر. يعني دايما فكره انه لما بنقول مثلا نبقى حريصين قدام منتخب السنغال، حريصين قدام منتخب المغرب، حريصين قدام منتخب كوت ديفوار، منتخب الجزائر، نبقى حريصين، بس احنا مش اقل، احنا مش قليلين، احنا منتخب مصر. ولو بنتكلم على التاريخ احنا تاريخنا اكبر، لو بنتكلم على الحاضر لا احنا قريبين قوي،
ايوه احنا الجيل اللي عنده محمد صلاح وعنده تريزيجيه وعنده النني وعنده عمر مرموش وعنده مصطفى محمد وعنده زيزو وعنده حمدي فتحي وعنده امام عاشور وعنده النني وعنده عبد المنعم وعنده محمد الشناوي وحجازي ان شاء الله يرجع بالسلامه وكل اللعيبه العظيمه دي، لا جيل محترم. فاه نبقى حريصين دايما، بس ده ما يبقاش خوف، ما يبقاش قلق، ما يبقاش تصغير من نفسنا، لا نبقى عارفين ان احنا بنلعب مع منافس كبير زي ما احنا كبار. ان شاء الله ربنا يكرمنا، وزي ما مراد قال نرجع بإذن الله بكأس الأمم الأفريقية بإذن الله.